كرونكسن كسر هذا حقا عالم كسوق بدنا تعال كستا وربعين دان فلقين تحساب بدنا حن كسوق بدنا حق عزب أرجع حلا ولا جه لورك إيران يتبان دل أقوى وين رجبات كا وفني قرصودي أقدر إيران ويدون يأني كباج سوار إكو قاد إسرائيل إيران إيه ديت بقية ده ودم رجل بات كا إني كتنا سوشا شواب تكدن كا إسرائيل ودم ديرو مك الدفاع دون إيران ورا إكو قاد إسرائيل خبر إسرائيل بدن أن رجل بات ينها تأشر حياة دفاع من الملتري كا إسرائيل يسد إسون جهر تيكرين ورك إيران إيه صوص عدا وديار قربة إيران إيه ديت بقية ده ودم رجل بات كا إني كتنا سوشا شواب تكدن كا إسرائيل ايه غير قدان يسدل كي اسماعيل هنية ايه الود اللي مقلاد التهران تنوعي دي مكاد مرقي اقل كعادة مريك او دابعي سنين تلا صودها في بيان مدحونا مريك جو بايدن يوديكي سفرانسيسكا تليانيك شرملك انجريس كو ايكو باقين ايران انا استجيسو ايان اسكدافتهن جباد ديد ان ويرم لترا ايكو قاديس ازرايل يادو ايران يادا ايكو دشريان سلوغا فوقادو ويركاس او سامين كرا سده شاقان وده هادالاد اي قدر إلا دوري إلا قصو أفجر الدقال كقزة يدو تران أي دونيسو إنه كواتك يسدو موقف كيدا سراكيشو هراء إنه طائية شاكي مرك الله إيقو قيلا لانت إزرايل إيو درسانيسو ودمار رجل بيتك إنه كدفاع عنوارك صوصو عدا إي إيران إنه كدر شميسو ديعي في المدى إي إزرايل صابدو هدي أوقت إزرايل إنه يسو تأود إيقو هرتي كرتوارك صوصو عدا إي إيران قيلا لان كميسان دحتورتين حلفادة دا إي رجل بيتك خبراد ملتاريك وحي أمسيين إن إيران أود حيسو لبح حالة ضد لنع إيران مدونيسو إن خلق القليسو ودحا جديد إلا دوني يحب تشوشن غزة لنع كلانا مدونيسو إن يلوميسو كالسوني دا إي مقام كيدا عالميكا يسيدو كلمتكا قبلكا ويكتنا أنسوشو إن ويركا سامينتو كويا شي أي كار قدو ويدو يدو لي إيران أي موشنيسو تحادر ويركا أي قاديسو سراكيش رقلباتكا يسيدو كلاشاكا إن ويركا إيران أكو قادو إسرائيل أي سيدو كلا إيران أكتاي سورة قلمة إن إسرائيل أعدك ستا مرمرسيو عصوب ألوك باك ستا لقونه بربوريو حرمان نوكليار كي إيران مارك لأغا سورة قلمة إن ودمد يورب إقيبك قاتان إلى لنت إسرائيل هدي أود عوير إيران فرانسيسكو شرال هراء فرانسيسكا إيشاك إنتر إيكو علين دونتا حالة دوير كي هراء إيران إي أفريد 8 أبريل وعنا شرحي هالك عيد مدر قلبات كي إيكو سكيهين بدا عز يدا أوراعي إن عيد مدر فرانسيسكو إيكو شران حول قلك أسبديس ويليهين أود كهرتاقة كاران لنا عقندالة مركا لغا سوتوك سيدوك لغيبك غادشيد إنجريسك إيو مرايكك وعنا راعيي إن سيدوك لشوكتانك ملتاريك مرايك قبروس ونغندونا جغرافي كلا أمهيما كهرتاقة ويرك ستوكي ماد إيران هلوغالك ملتاريك أسباديس ويكور ميريان مراكيبت مرايك يوروب وعيد مدو بد إيكا شقية إلالنت ودوينك كناعسيك كهرتاقة ويرد حوتين تبد عاس يسيدوك لهلوغالك الدفاع إيكور kentalada gobolka isaga gudbaya dhageysay sarkaal hore oo ka tirsanaa NATO horeen u ahaan jiray surdaanka militaryga ingiriiska Philip Ingram wuxuu rumaysan yahay in wadamada Yurub ay noqon doonaan kuwa kali ee diyaar u ah inay caawiyaan Israel si looga hortago weerar kasta oo toosa oo uga yimaada Iran iyo xulufadeeda laakiin sidoo kale waxa jira wadamo ku yaala bariga dhexe oo laga yaabo in ka hortag dadban ay ka qaataan weerar kasta oo ka yimaada Iran Ingram wuxuu sheegay in ay adag tahay in la damaanad qaado أمانك إسرائيل بغل كيبا بغل مرقي ما دام ويرهب بدان أو قنطال لا سيدا ويرك الله فيلا يو ما دام أيسا بغل كيبا بغل هوين كارين بربرينت أي ويرهد قنطال لا كرام وحترك ندام كدفاع إسرائيل أي برتا مرقي استنى وحاجي رسول دا قلمة إن قنطال لا قار أي قلان برتما مديد ملتاريك إيو قبار رايتك وحانا جرى خطرتا مرقي قنطال لا دلقى سوري دو مالكستا مرقي الله أقو قلق بملتاريك مرايك قدر يقبل كسيو قدفاع إسرائيل khabiirka amniga waxa aaminsan in nidaamyada hubka ee wataan ay bixinayaan xadiga ugu badan ee awoodahaasi ay u taageeraan burburinta gantaal kasta oo Iran ah iyo sidoo kale gantaalada ka imanaya xuutiinta Yemen iyo Hezbollah ee Lubnaan wuxuu la raaciyay in haddii ay bilowdo Iran weerarkeeda ay qayb ka qaadan doonaan shabakada sirdoonka reer galbeedka taasoo siin doonta waqti ku filan oo ay uga jawaabaan waxa sidoo kale xusid mudan in isbahaysiga caalamiga ah ka kooban 12 wadan ee ku jira wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe iyo kuwa Yuruba waxaana ka mid ah Imaaraadka Carabta Urdun iyo Saudiiga waxaana dhamaantood qayb ka qaataan bixinta awoodaha difaaca si ay u caawiyaan Israa'il hadii uu dhaco weerar balaadhan oo ka yimaada Iran General Gore Francisco wuxuu tilmaamay jiritaanka wuxuu ugu yaray military ahaan xeerka hawlgelinta kaas oo heshiis dawladeed iyo siyaasadeed oo bixiya shuruudaha ee qolo kasta faa'iidadooda
سفر جلن أي جوياشان أركتيد بلوغ أي ورك إيمان إيران شرال كورا ميلتاريكا فرانسيسكو سيال ليو عيوري قفك استشدو دونها نقدة رساست أي لوري دي كرا هاد بدروف تشرتا قبل كي ينوع برت المعمد يدا أي ورك إيران تاسو لغوك الأغان دونو قرال أمقاب سياسة داد أو عيدن كلو أديكسان دونو كدب نقوان إيا لغا قاري دونا لكن مرك الله أغو حوارا لغو ارتي كرو قنتالة إيران خبيرك ميلتاريكو حامسيه إن وحكستا أي كحرينيهين حلق أي شوغان عيد مظهر قباتك ee kordhiga iyo warada ee Iran marka laga hadlayo ciidanka Faransiiska waxay ku sugan yihiin Jordan dawladda Jordan waxay kordhin kartaa isticmaalka awoodda hawada ee Faransiiska ama kordhiga gantaalada waxa kale oo jira salig ay ku jiraan diyaaradaha Faransiiska oo ku yaala Imaaraadka Carabta oo si fiican u fargelin kara Tehran laakiin waxa suurtagal ah in dawladda Khaliijku aysan u ogolaan in Paris ay isticmaasho hawadooda hanjabaada ka imanaya Iran oo si toos ah Iran u beegsan karto iyaga laftooda haddii weerarka Iran hawlugiis u yahay hawada waxa lagu hortagi karaa iyada la kaashanayo ciidamada Israa'il taas macnaheedu yahay in Faransiisku kaliya u fargelin karo Urdun tusaale ahaan ma aadi doono Iraq iyo Israa'il balse waxay ku sugnaan doontaa hawada Urdun way ku sugeysaa weerarada gantaalada ee ka imanaya dhinaca Iran sidoo kale sarkaalka hore ee sirtoonka Ingiriiska Philips ayaa sharxay in Faransiisku awood u leeyahay in Soomaalo diyaarada ciidamada cirka ee Rafale saligis military ee ku leeyahay Jordan wuxuu kala sheegay in diyaaradaha militaryga Britain iyo Ingiriiska loo adeegsaday weerarkii kan ka horeeyay ee Iran waxaana la aaminsan yahay in go'aanka Paris ay qayb ka qaadan doonto iyadoo la adeegsanayo diyaaradaheeda laakiin waxa la og yahay in Jordaniintu ay bixinayaan awoodda difaaca dhinaca hawada oo caawinayaan inay ridaan gantaal kasta oo soo maraya hawadeeda iyadoo ay dul hayaan diyaaradda dagaalka hawada ee Urdun tan waxay la macno tahay wax kasta oo ka yimaada Iran in muhiimaddu ay noqon doonto in lagu dagaalamo hawada ee Urdun mar la weydiiyey saraakiishan militaryga qaabka ugu sareysa ee isbahaysiga caalamiga ah ee hadda ay u shaqeynayaan Ingiriis ayaa sheegay inay fulin doonaan talabooyinka difaaca oo ay kaga hortagayaan gantaalada iyo diyaaradaha droneka ah iyo hubka kale ee lagu soo rido Israa'il iyadoo la dulmarayo dhulka caalamiga ah iyadoo si toos ah loo weerarin Iran ama wadamada kale jiraan kore ciidanka Faransiiska waxa aaminsan yahay in halista Iran si qiyaara ay u yaraanayso taasoo ka dhigtay in meesha laga saaro in Tehran ay qaado talaabadani inkastoo goor horeba Iran ay ku lug yeelatay weerarkani oo aysan ka baxsan karin waxay ugu yeedhay argoosiga intaas waxaa dheer markasta marka dambeysa waxaa sii kordhaya ciidamada reer galbeedka ee difaaca Israa'il oo sii kobcinaya awooddooda taasoo caqabad ku noqon karta Iran markastoo ay dib u dhigto weerarkeeda ee argudashada ma arko in Iran ay is dhiibayso laakiin ma aqaano sida ay ugu guuleysan karto istaraatiijiyadeeda militariga ayuu raaciyay jiraanka hore ee ciidamada Faransiiska taliyaha hore ee NATO ee sidoo kale sheegay Iran waxay dareemaysaa xishood laakiin waxay ku qasban tahay in jawaab uun ay bixiso ma haysato gantaalo badan ama diyaarado badan oo awood leh oo dhinaca cirka ah sida darteed waxay doonaysaa inay iska ilaaliso isku dhacyada ee kicin kara dagaal ballaadhan oo khatar gelin kara lafteeda waxa la og yahay inay noqon doonto sidoo kale kuwa qasaaraya sida darteed waxay xisaabinaysaa Iran talabooyin badan inkastoo wareegga cusub ee gorgortanka maxaabiista la isku dhaafsanayo ee wadahadalada dooxa ay soo gabagabeen jiraalka hore ciidanka Faransiiska wuxuu rajaynayaa in Tehran ay sameyn karto waxay ku badbaadiso wajigeeda haddii wadaxaajoodkan uu guuleysto laakiin dhibaatada ugu weyn ee ku qasbi doona in Iran ay fuliso argudashadeeda waa haddii wadahadaladu ay fashilmaan ugu dambeyntii jiraalka hore ee NATO ayaa yidhi haddii Iran ay soo rido gantaalo badan oo waxyeelo u geysanaya goobaha rayidka ee gudaha Israa'il waxay bixin doontaa ogeysiis inta ugu badan ee suurtagalka ah si isbahaysiga caalamiga ah ay ugu yaraantii uga ilaaliyaan inay geysato khasaare ballaaran oo iyada lafteeda cawaaqib ku yeelanaya taas oo macnaheedu yahay in Iran ay ku badbaadi karto wajigeeda oo ay ku sheegan karto in mar kale ay weerartay gudaha ee Israa'il iyadoo aan keenin xaalad dagaal ballaaran oo gobolka ah sababtoo haddii weerarka Iran uu sababo khasaare rayida oo badan ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa lagu khasbi doonaa inuu jawaabo jarajarada fiditaanka ee dagaalkuna wuxuu ku kici karaa si degdeg ah xaaladdan waxay keeni kartaa dagaal baahsan oo bariga dhexa ama sidoo kale duqeymo lagu burburiyo xarumaha tamarta nukliyeerka Iran taas oo Iran ay ka fogaanayso qaybtan wararka kooban oo naga intaa inta xogaha kale dib soo gudbi doona isma dhaafno saad waasha xogan iyo xoog kale saaxiibka qiimaha badan ee la wada garanta muuqaalkan iyo subscribe ka xogta sheena nolol kulantayaa.